احتفل الفنانان مي فاروق ومحمد العمروسي بخطوبتهما في حفل بسيط بحضور الأصدقاء المقربين، حيث حضرت المخرجة بطولة عرفة وأميرة مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي وعدد من المقربين. وكشفت المخرجة بطولة عرفة السر وراء تعارف محمد العمروسي على مي فاروق، حيث نشرت صور من الخطوبة وعلقت عليها عبر فيسبوك: بعد شهر من فرحي كلمتني روح قلبي مي فاروق وقالت لي فرحك كان سبب فرحة كبيرة لقلبي. حصل ايه بقى يا حلوين؟ الحلوة مي كانت مي واقفة في فرحي في حرانة، وبقى الشاطر محمد كراجل جنتلمان ادها مروحة كانت في يدها عشان تهوي وتلطف الجو بس، ومن هنا اتعرفوا على بعض والجو بقى لطيف على الاخر وبقى كله هنا وحب. مبروك يا حبايبي، ربنا يلطف ايامكم ويحليها يا رب ويسعد قلوبكم ويجعلكم سند لبعض. وكانت مي فاروق قد طرحت مؤخرا اغنية جديدة بعنوان ليه على موقع يوتيوب وكل المنصات الموسيقية.